يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات برنامج أخبار On Time. إن شاء الله النهاردة تكون حلقة مميزة كالعادة، زي ما احنا متعودين دايما مع حضراتكم. هيكون لينا جولة في الساحة المحلية من خلال أخبارنا الخاصة، وكمان هنتابع كل الكواليس الجديدة في كرة القدم العالمية، وكل ده تحت شعارنا دايما متعودين عليه ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجة واحدة بس بتجمعنا هي الرياضة. خلونا كده نبدأ زي ما احنا متعودين مع أبرز العناوين. فرح أحمد تحصد ذهبية بطولة إفريقيا للأندية للكونفو. وميكالي يطلب تقرير عن إسواتيني منافس المنتخب الأولمبي في تصفيات إفريقيا. سامسون يصل القاهرة السبت ويجري الكشف الطبي وينتظم في تدريبات الزمالك. وكولر يعقد محاضرة خاصة مع اللاعبين قبل مران اليوم ويحسم مصير الشباب. وعالميا تفاصيل عرض باريس لإبعاد ميسي عن برشلونة. ومن العناوين هنروح لتفاصيل أخبارنا، والبداية تكون مع أخبار الألعاب الأخرى. نبدأ أخبار الألعاب الأخرى من الكونفو، وتحقيق فرح أحمد كامل طبعا لعيبة نادي الحدائق الأهرام للكونفو المركز الأول في البطولة الإفريقية السادسة لأندية تحت 18 سنة اللي أقيمت على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. طبعا دي كانت ضمن منافسات البطولة الإفريقية لاختيار لاعبي منتخب مصر الوطني للكونفو للناشئين. فازت فرح أحمد كامل بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للأندية للكونفو. نجحت فرح طبعا من قبل في الحصول على بطولة الجمهورية قبل كده مواليد 2005 تحت قيادة الكابتن محمد علي المدير الفني. ومن الكونفو هنروح بقى لكرة السلة. امبارح استطاع الفريق الأول طبعا لكرة السلة للسيدات لنادي سبورتنج ان هو يتأهل الى دور نصف النهائي بطولة افريقيا للمنطقة الخامسة للأندية والمقامة طبعا داخل الملعب الوطني بدار السلام في تنزانيا. الفترة هتكون من 26 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر القادم. نجحت سيدات سبورتنج في الفوز على نادي يانج سيستر البوروندي بنتيجة 75-40، واستهل نادي سبورتنج مشواره في البطولة. كان فاز على نادي بنك الكويتي الكيني بنتيجة 51-49، بعد كده حقق مكسب كان على نادي النيل السوداني بنتيجة 96-29. عايزين برضو نروح لخبر تاني عن الاتحاد المصري للفنون القتالية المختلطة اللي أعلن برئاسة خالد عبد المجيد عضو الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة عن إقامة بطولة الايفولوشن، البطولة طبعا الحديثة للفنون القتالية المختلطة، واللي هتقام في القاهرة إن شاء الله يوم 7 أكتوبر القادم. وكشف رئيس الاتحاد عن مشاركة 60 لاعب ولاعبة هيشاركوا طبعا في الفنون القتالية للهواة والمحترفين، واللي بتعد أهم البطولات التنشيطية طبعا للاتحاد. وأوضح كمان خالد عبد المجيد أن الفائزين في تلك البطولة يحصلوا على جوائز وميداليات وشهادات، فضلا كمان عن ترشيحهم المشاركة في البطولات العالمية القادمة في المواسم القادمة. ومن أخبار الألعاب الأخرى هنروح دلوقتي لتفاصيل أخبارنا المحلية.
نبدا اخبارنا المحليه مع اخبار المنتخب المصري الاولمبي. طلب البرتغالي ميكال المدير الفني للمنتخب الاولمبي طلب تقرير مفصل عن منتخب اسواتيني، طبعا هو ده منافس المنتخب الاولمبي في التصفيات الافريقيه ان شاء الله المؤهله لكاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه والمؤهله كمان لاولمبياد باريس 2024. بيسعى اكيد ميكال ان هو بقى يتعرف على قدرات وامكانيات اللاعبين ولاعبي منتخب اسواتيني بعدما طبعا اقصى المنتخب بتسوانا من التصفيات بتسوانا طبعا تمهيديه، وطلب المدير الفني يعني تسجيلا لمباراتي اسواتيني في الدور الاول عشان يدرس طبعا المنافس بشكل جيد قبل مواجهته القادمه في اكتوبر القادم. وبيلتقي المنتخب الاولمبي المصري مع اسواتيني ان شاء الله في ذهاب المرحله الثانيه من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه، هيكون بين ايام 21 او 22 او 23 اكتوبر القادم ان شاء الله، بينما تقام مواجهه الاياب بين ايام 28 او 29 او 30 من الشهر ذاته. اتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله للمنتخب الاولمبي الفتره القادمه مع ميكالي، وزي ما بندعم اكيد المنتخب الاول بندعم اكيد المنتخب الاولمبي، كلنا ورا ميكالي وكلنا ورا روي فيتوريا، وان شاء الله يعني الكره المصريه ان شاء الله في الفتره المقبله نحقق كل امنيات كل المصريين. نروح بقى من المنتخب الاولمبي نروح لاخبار نادي الزمالك. كشف مصدر لينا في اخبار اون تايم داخل نادي الزمالك ان البنيني سامسون ايكينولا صفقه طبعا الزمالك الجديد ده هيوصل ان شاء الله القاهره بكره يوم السبت وهيخضع للكشف الطبي في نادي الزمالك ومن بعدها هيشارك في التدريبات الجماعيه للفريق. واوضح المصدر لينا هنا في اخبار اون تايم ان اللاعب ابلغ مسؤولي الزمالك بموعد عودته الى القاهره حتى يتواجد مع الفريق في الفتره القادمه، وكان اللاعب حضر للقاهره زي ما عارفين منذ عده ايام لكنه ما خضعش للكشف الطبي بسبب ان هو تم استدعائه من جانب منتخب بلاده منتخب بنين، ويحضر بقى خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله لاجراء الكشف الطبي والانضمام رسميا لنادي الزمالك. زي ما احنا عارفين الزمالك ضم سامسون وهيتم قيده فوق السن مع نادي الزمالك، وهو طبعا لاعب راس حربه صريح وده اللي كان محتاجه فيريرا الفتره المقبله، هيكون طبعا موجود مع نادي الزمالك بعد اجراء الكشف الطبي. لسه مكملين اخبارنا مع نادي الزمالك، بينتظم طبعا الفريق في التدريبات الجماعيه يومين، لاعبين طبعا الدوليين انضموا محمد صبحي امام عاشور زيزو محمود حمدي الونش وعمر جابر، بالاضافه كمان لثنائي الدولي التونسي حمزه المسلوسي وكمان سيف الدين الجزيري، بالاضافه كمان شيكابالا رجع للتدريبات الجماعيه، وكان البرتغالي جوزوالدو فيريرا مدير فني لنادي الزمالك منح اللاعبين راحه اضافيه ادالهم يوم زياده عشان ينتظموا في التدريبات الفريق ابتداء من النهارده استعدادا طبعا لمواجهه المواجهه الافريقيه القادمه امام فلامبو البوروندي في لقاء الذهاب طبعا دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا. زي ما احنا عارفين نادي الزمالك فاز على الكت التشادي في طبعا دور 64 في مجموع المباراتين باربع اهداف مقابل لا شيء، فاز طبعا 2-0 في مباراه الذهاب و2-0 ايضا في مباراه العوده. نروح بقى لمحمود علاء لاعب نادي الزمالك تلقى عرض من نادي الاتحاد السكندري للانضمام لصفوفه خلال الساعات القليله المقبله، فتح بقى مسؤولي نادي الاتحاد باب الاتصالات مع اللاعب عشان يعرفوا برضو رايه قبل ما يتم بقى الدخول في مفاوضات رسميه مع اداره نادي الزمالك. محمود علاء يعني بيفاضل حاليا من اكتر من عرض تلقاه في الفتره الاخيره اللي يختار بقى الانسب بالنسبه للاعب. محمود علاء ما بيشاركش مع نادي الزمالك بصوره اساسيه في الفتره الاخيره وطبعا بعيد عن منتخب مصر، فعايز الفتره المقبله ان هو يلعب في نادي ويرجع مره اخرى لنادي الزمالك. في الصفقه اذا تمت هتكون على سبيل الاعاره بالنسبه لمحمود علاء في الفتره المقبله، نادي الاتحاد داخل في المفاوضات. نروح بقى لاخبار صفقات نادي الزمالك. بعد ما حصل مسؤولي نادي الزمالك على توقيع يوسف حسن مهاجم نادي وادي دجله خلال الساعات القليله الماضيه، أشاد بقى البرتغالي فيريرا بمستوى اللاعب بجانب كمان صغر سنه صغير، بتلقى بس الحسم من المفاوضات بين إدارة نادي الزمالك مع إدارة وادي دجلة، وعلى الرغم من حصوله على توقيع اللاعب خلال الساعات اللي فاتت لكن هناك بعض الأصوات داخل نادي الزمالك داخل مجلس الإدارة بتطالب بعدم تفعيل التعاقد مع اللاعب، وده اللي احنا ننتظر ونعرف الفترة المقبلة هترسي على إيه بخصوص المهاجم وادي دجلة. هنطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نكمل بقيه فقراتنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. با
برحب بحضراتكم من جديد. وقبل ما نكمل طبعا اخبارنا المحليه معانا طبعا هاتفين دلوقتي الدكتور طبعا شريف ابو الغيط المتحدث الرسمي نادي امبي وعضو مجلس اداره. دكتور شريف برحب بيكم منورني في اخبار اون تايم. اهلا وسهلا محمود بيه، شرف ليا يا فندم. ده شرف لينا. يعني احنا في البدايه طبعا كنا عايزين، الجمهور كله بيتكلم يا دكتور شريف في الفتره الاخيره وكله عايز يعرف اكيد يعني فيما يخص اللاعب مصطفى شلبي واخر التطورات والمفاوضات مع النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي المصري البورسعيدي. اكدت قبل كده ان خلاص المفاوضات اتقفلت مع النادي الاهلي، لكن نحب نعرف اخر التطورات فيما يخص اللاعب مصطفى شلبي. هو الحقيقه لاعب دلوقتي مستقر في معسكر الفريق المغلق اللي في برج العرب، وعندهم مباراه بيلعبوها دلوقتي وديه، فالراجل مستقر تماما معانا ان شاء الله، وهيكون معانا باذن الله هذا الموسم ان شاء الله. يعني عايز بتاكد خلاص مصطفى شلبي مكمل مع نادي امبي، مفيش اي عروض في الفتره الحاليه خالص يا فندم؟ هو الحقيقه لا، في عروض وفي كلام بيتقال طبعا ديفينتلي، ولكن هو حاليا بتمسك كابتن احمد عبد المنعم بيه، فاحنا اللاعب الحقيقه يعني مقدر النادي جدا ومقدر تمسكنا بيه، وعارف ان احنا برضو بنلعب لخدمته، خدمه زمايله، خدمه الفريق ككل، فاللاعب مستقر معانا ان شاء الله دلوقتي. فرغم وجود عروض، ولكن احنا طبقا لتعليمات كابتن احمد كشري ومسانده ليه، تم الاتفاق مع اللعيب ان شاء الله ان هو مكمل معانا باذن الله، وهو دلوقتي موجود ومستقر ومنتظم في معسكر فريق لبرج العرب. يبقى كده مصطفى شلبي طبعا مستمر مع نادي ام بي في الموسم الجديد. عايز برضو اروح مع حضرتك لموضوع مهم، هو عوده كابتن امام محمدين مره اخرى لقطاع الناشئين في نادي ام بي طبعا بعد رحيله نادي الاتحاد السكندري، لكن رجع لبيته مره اخرى. يعني ايه كان ايه سبب الرحيل يا دكتور شريف؟ واكيد عوده كابتن امام محمدين اكيد مهم جدا لقطاع ناشئين نادي ام بي. اشكرك محمود بيه، لان واضح ان حضرتك كده متابع نادي ام بي بشكل جيد. كابتن امام محمدين قيمه وقامه كبيره جدا، يمكن هو من احد مؤسسي قطاع الناشئين في نادي ام بي، وانا بحب اسميه دايما العمده بتاع قطاع الناشئين كله في جمهوريه مصر العربيه كلها. يعني طبعا هو انشا قطاع الناشئين وربى كوادر كتيره جدا، وقدر ان هو يعمل لنا كيان محترم ننافس بيه ونبقى يعني احنا يمكن ليدنج على قطاع الناشئين في مصر، يمكن اكتر بطولات واكتر فرق تصعيد لقطاع الناشئين للفريق الاول. تابعوا بعد كده كابتن محمد اسماعيل، كابتن عماد جابر قاموا بدوره. سبب ان هو كان خرج، الحقيقه احنا حبينا، هو جاله مقابل مادي عالي جدا، واحنا تقديرا منا ليه وفقنا عشان ياخد، يعني برضو الراجل ادانا كتير، ولما حب يرجع طبعا ده مكانه وبيته، واحنا عارفين ان هو يعني ادى كتير، فاضافه كبيره جدا هو يرجع تاني، واحنا كنا برضو شغالين بنفس اسلوبه، خلي بال سيادتك، لان زي ما قلت لك هو ربى كوادر، اشتغلنا وكملنا عليه، رجوعه طبعا مكسب كبير لانه كشاف جيد جدا جدا وعينيه خبيره، والحقيقه اد فاليو جامد جدا بالنسبه لنا. اخر الاستعدادات طبعا للموسم الجديد، حضرتك بتقول النهارده دلوقتي النهارده في مباراه وديه لنادي ام بي، هتكون امام مين النهارده دكتور شريف؟ هو احنا واخدين يا فندم بالتدريج كده، يمكن بنلعب اول مباراه كانت قدام فرق محترمه كلها درجه اولى، كان سماد ابوير، وبعدين جمهوريه شبين، وبعدين عندنا النهارده فرقه برضه درجه اولى، بعد كده بالتدريج هنوصل لسموحه والمقاولين. ولكن كابتن احمد عبد المنعم عامل معسكر جيد جدا في برج العرب، كابتن محمد اسماعيل مدير الكوره في ضبط وربط بشكل جيد، تدعيمات انا يعني شايف انها مفاجاه باذن الله رب العالمين. يمكن احنا زي ما قلت لسيادتك قطاع الناشئين عندنا مطلعين اكتر من نجم واعد، بالاضافه لكده في جلبنا يمكن بعض اللعيبه من الدرجه الاولى. حضرتك انا يعني بوعدك هيبقى مفاجاه بالنسبه يعني للكره المصريه باذن الله تعالى. فانا شايف ان شاء الله باذن الله يبقى موسم جيد. احنا عاملين فتره اعداد شايف انها باديه بدايه جيده جدا، حوالي 6-7 مباريات الاول، فواحده واحده كده ان شاء الله لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه، وان شاء الله نوعد يكون نادي ام بي في الميعاد وفي مكانه المعتاد ان شاء الله. يعني برضو احب اعرف من حضرتك ابرز الصفقات اللي حضرتك دعمت بيها نادي ام بي هذا الموسم. بكل تاكيد انا يعني الناس كانت عايز تعرف الاسماء، لان كتير ما يعرفوش مين الاسماء اللي ضمها نادي ام بي. كام صفقه يعني؟ في طبعا في كالوشه، في سيف الخشاب، في صلاح زايد، كلها لعيبه الحقيقه من الدرجه الاولى، ولكن انا بوعدك خلي بالك من الاسماء دي هتسمع عنها كتير قوي باذن الله تعالى الفترة اللي جاية. يمكن حاليا بنخلص باذن الله تعالى في كابتن رفيق كابو بيخلص برضه معانا، في لعيب صربي جبناه جناح قوي جدا جدا جدا، في مهاجم افريقي بنخلص معاه دلوقتي ان شاء الله. يمكن دي ابرز التدعيمات اللي احنا دعمنا بيها. طبعا في مش عايز انسى طبعا كابتن مودي برضه، برضه كان حقيقه اضافه جيده جدا جدا من شاريلا دخان. يعني اضافات كلها حوالي 7-8 لاعبين. افتكر برضه رمضان حارس المرمى، افتكر ممكن يكونوا باذن الله 8-9 لاعبين، اضافه جيده جدا بالنسبه لنا ان شاء الله.
هنتمنى ان شاء الله لنادي ام بي التوفيق ان شاء الله الموسم القادم. طبعا دكتور شريف ابو الغيط بشكر حضرتك شكرا جزيلا ونورتني في اخبار اون تايم. تشرفنا يا فندم. شكرا. طبعا تصريحات مهمه جدا دكتور شريف. خلاص اتقفل الموضوع. مصطفى شلبي مكمل مع نادي ام بي في الموسم الجديد بعد تمسك الكابتن احمد كشري باللعب. نرجع لاخبارنا المحليه ونروح دلوقتي لاخبار النادي الاهلي. حرص طبعا مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يجتمع مع اللاعبين لشرح بعض الامور المتعلقه بالاستعداد للموسم الجديد. واصل النادي الاهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيره استعدادا طبعا لمنافسات الموسم الجديد الضربه الافريقيه طبعا في دوري ابطال افريقيا. وقام الجهاز الفني بتخصيص فقرات استشفائيه للاعبين في الجيم والملعب في اطار طبعا البرنامج اللي وضعه المدير الفني لتجهيز الفريق لمواجهه الاتحاد الرياضي المنستيري طبعا مباراه ذهاب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. سيقرر مدرب النادي الاهلي مصير بقى اللاعبين الشباب اللي تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق الاول منذ بدايه الموسم خلال الفتره المقبله. طبعا مارسيل كولر هو اللي هيحدد موضوع الشباب هيكملوا ولا لا في الفتره القادمه بعد عوده الفريق الاول واللاعبين الدوليين وانتظامهم مع الفريق. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي كمان عمل ثلاث مباريات وديه كانت امام بتروجيت وفاز 5-1 وايضا لعب مباراه الثانيه كانت المباراة الأخيرة بالأمس كانت أسوان وفاز على نادي أسوان 2-1 وامبارح كان طلع الجيش المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0. طبعا ثلاث مباريات وكانت تدريجيا بدأ بتروجيت ثم أسوان ثم طلع الجيش. بالتالي يعني مارسيل كولر ماشي بصورة تدريجية مع النادي الأهلي وبيحاول يعلى بالمستوى الفني والبدني للاعبين في الفترة الحالية. خلاص الصفوف لأول مرة في النادي الأهلي بتكتمل. عمار حمدي قدامه ثلاث أسابيع على أقصى تقدير ويكون موجود في التدريبات الجماعية. بيرسي تاو يعني دلوقتي بيأدي تدريبات إلى بعض شيء فردية والفترة الجاية خلاص على أقصى تقدير أسبوع يكون موجود مع التيم في التدريبات الجماعية. شريف جاهز، أفشة جاهز، خلاص الأوراق طبعا بتكتمل في النادي الأهلي والنادي الأهلي يكون مكتمل الصفوف قبل مباراة الاتحاد المنستيري. زي ما عارفين المباراة دي إذا النادي الأهلي تعاقد مع ثنائي أجنبي زي ما بيتم تداوله في الفترة الأخيرة مش هيشارك في دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، هيبدأ بقى دور المجموعات بعد ما يتم قيد هذا الثنائي إذا تعاقد معه النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبل. الثنائي الاجنبي اللي انا بقول لحضراتكم عليه هيكون خلاص النادي الاهلي اقترب بشده من التوقيع مع لاعب برازيلي بيلعب في الجناح الايسر وكمان مركز في منطقه طبعا الهجوم مهاجم الصريح. يتم برده التعاقد مع لاعب تحت السن ده اللي بيدور عليه النادي الاهلي قبل غلق باب القيد يوم 10 اكتوبر القادم. بيبحث كمان مسؤولي النادي الاهلي ملف اعاره محمد نصير لاعب خط وسط الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جاريه في ظل اهتمام اكتر من نادي بالتعاقد مع لاعب النادي الاهلي الشاب في الصيف الحالي ابرزهم الداخليه ونادي حرس الحدود. كان النادي الاهلي وافق على انتقال اكتر من لاعب الى صفوف الداخليه زي ما احنا عارفين زي ميدو حسام ووليد مصطفى ومصطفى فوزي دول اللي راحوا على سبيل الاعاره لمده موسم النادي الداخليه عشان ياخدوا فرصه طبعا للمشاركه خارج النادي الاهلي في ظل اكيد صعوبه مشاركتهم بصوره اساسيه مع الفريق في الموسم الجديد بسبب اكيد وجود عدد كبير جدا من اللاعبين في كل مركز. فبالتالي النادي الاهلي بيحاول ان هو دلوقتي يعني يعير اكتر من لاعب شاب في الفتره المقبله علشان يكتسبوا خبرات ويعودوا زي ما شفنا قبل كده يعني نماذج كتير جدا عمار حمدي واحمد عبد القادر اكتر من لاعب راحوا اعاره ورجعوا للنادي الاهلي وبقوا اساسيين وليهم دور كبير جدا مع الفريق وعبد المنعم طبعا محمد عبد المنعم. نروح برضو للاعب النادي الاهلي السابق وسموحه الحالي جونيور اجاييه اللي تعرض للاصابه امبارح زي ما كلنا سمعنا بكسر في الساق خلال مشاركته مع فريقه في مباراه وديه وحرصت الصفحه الرسميه للنادي الاهلي باللغه الفرنسيه على دعم اللاعب في لفت طبعا طيبه جدا من النادي الاهلي وكان على تويتر وكتب نتمنى تعافيا جيدا للاعبنا السابق جونيور اجاييه بعد اصابته. طبعا بالنسبه لاصابه اللاعب طبيب الفريق احمد رمضان اكد ان فتره غيابه يعني مش هتقل عن شهرين ونص بسبب وضع قدمه في الجبس. يعني الف سلامه اكيد على واحد كان من نجوم النادي الاهلي السابقين جونيور اجاييه وكان واحد فعلا من الاجانب المؤثرين جدا اللي فعلا يعني ليهم اسم في الدوري المصري وصنعوا تاريخ مع النادي الاهلي جونيور اجاييه وعلي معلول وايضا ايفونا من اكثر الثلاث اجانب اللي نجحوا مع النادي الاهلي في الفترة الأخيرة. فبالتالي طبعا النادي الأهلي بيتمنى ليه السلام وده شيء طبعا محترم جدا من النادي الأهلي. تردد كمان أنباء خلال الساعات الأخيرة عن إيقاف القيد للنادي المصري
لان كامل ابو علي رئيس مجلس اداره النادي المصري اكد ان لا صحه على الاطلاق لما تم تردده في الفتره الاخيره حول ايقاف نادي المصري عن قيد لاعبيه على نظام الانتقالات اللاعبين الخاص بالاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، مؤكدا ان مجلس اداره النادي المصري نجح في التعامل بنجاح مع عده ملفات. واصدر بقى نادي المصري بيانا رسميا اكد خلاله عدم وجود عقوبات من الفيفا بعد طبعا انهاء العديد من الملفات اهمها. يعني نقول لحضراتكم النقاط: سداد مبلغ 130,000 دولار، وهي دي المستحقات المتاخره لنادي الوداد البيضاوي المغربي في صفقه اللاعب كازادي كاسينجو. دي اول نقطه. تاني نقطه: سداد مبلغ 27,000 فرنك سويسري كرسوم استئناف للجنة شؤون اللاعبين بالفيفا، وذلك في ملف اللاعب التونسي رامي البدو. كمان سداد مبلغ 32,000 فرنك سويسري كرسوم قضائية متأخرة وأجبة السداد على نادي المصري البورسعيدي، وإنهاء التعاقد بالتراضي مع اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو بعد حصوله على مبلغ مالي، وسداد المستحقات المتأخرة كمان للاعب النيجيري أوستن أوموتو وإنهاء عقده، والتفاوض ايضا ما زال جاريا في الفتره الحاليه مع التونسي معين الشعبان طبعا المدير الفني الاسبق لنادي المصري لانهاء بقى ازمه مستحقاته لدى نادي المصري، والمستحقات دي بالغه 275,000 دولار. من اخبار النادي المصري نقول اخبار نادي الاسماعيلي الدراويش اللي بيسعى لانهاء ازمه ايقاف القيد، وقام بتسديد 10 مليون جنيه قيمه غرامه التونسي سعد الجزيري لاعب الفريق السابق لاتحاد الكره لارسالها على طول للاتحاد الدولي الفيفا. وكان مجلس اداره نادي الاسماعيلي برئاسه طبعا باشمهندس يحيى الكومي كان تعاقد مع 11 صفقه يعني ومؤثر اكتر من لاعب كان مؤثر صراحه في فتره انتقالات الصيفيه تعاقد معهم نادي الاسماعيلي. اقول لحضراتكم ال11 لاعب: الغاني ياو انور والايفواري عبد القادر كوليبالي والتونسي حمدي النجاز ونور الزمان الزموري وفراس شوات، بالاضافه لباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه واحمد محسن ومحمد حسن، بالاضافه الى استعاره كمان كريم عرفات. بكل تاكيد 11 صفقه هيفرقوا جدا مع نادي الاسماعيلي، ويتمنى الفتره المقبله نادي الاسماعيلي يعود مره اخرى لقيمته، طبعا بكل تاكيد قيمته كبيره جدا، واحنا نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الاسماعيلي الفتره اللي جايه، نرجع الاسماعيلي اللي احنا عارفينه اللي بينافس على الدوري الموجود على طول في المربع الذهبي. النادي الاسماعيلي وجمهوره يعني محتاجين الفتره المقبله يعني اكتر من لاعب اكتر من صفقه قدر ان هو يدعم بيها علشان نادي الاسماعيلي يعود مره اخرى الى الطريق الصحيح، واحنا ده اللي نتمناه ان شاء الله لكل الانديه الجماهيريه. اما بقى نادي الداخليه صعد كمان حديثا للدوري الممتاز، فاعلن التعاقد مع اللاعب محمد رمضان قادم من ايسترن كومباني اللي خلاص هبط لدوري القسم الثاني، وذلك لتدعيم صفوفه تحضيرا لخوض منافسات الدوري المصري في الموسم الجديد. ونجح الداخليه في التعاقد مع 5 اجانب. ال5 اجانب هم النيجيري فانوم الفريد والنيجيري عبد الله جيفيني والنيجيري كاليتشي والايفواري سيرجيو اريك لاعب طبعا نادي مصر المقاص السابق، والاوغندي الان كيامبادي لاعب نادي الجونة السابق. وتعاقد الداخليه مع عده صفقات كمان محليه على راسها صلاح يحيى قادم من نادي بيراميدز، واحمد الرفاعي لاعب نادي سموحه، وحسين رجب مهاجم المصري البورسعيدي، ومحمد مجدي حارس مرمى نادي الاسماعيلي، ومحمود منصور ظهير بتروجيت. واستعرض كمان ثلاثي النادي الاهلي ميدو حسام ووليد مصطفى ومصطفى فوزي. طبعا نادي الداخليه بيقوده في الموسم الجديد المدير الفني طبعا الكف كابتن رضا شحاته، وبيعاونه كمان محسن ابو جريشه ابو المجد مصطفى بجانب محمد العقباوي مدرب حراس مرمى. نادي الداخليه دعم صفوف كل قوه في الفترة المقبلة وعايز يبدأ الدوري بصورة قوية منذ بداية الموسم، ونتمنى إن شاء الله التوفيق ليهم في الفترة القادمة. بكده خلصت فقرتنا الأخبار المحلية، دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل بقية فقراتنا في أخبار أون تايم، خليكم معانا. نبدأ أخبارنا العالمية مع برشلونة، وذكرت تقارير صحفية إسبانية إن إدارة النادي بتسعى أكيد لتمديد عقد اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي. وفقا بقى للتقارير الاسبانيه فان ديمبلي بيرتبط بعقد لمده 2 موسمين ومع شرط جزائي كمان بقيمه 50 مليون يورو. التقارير كمان اكدت ان نصف قيمه الشرط الجزائي هتروح لديمبلي ووكيله لو تم تفعيله من اي فريق اخر، وعشان كده بقى اداره نادي برشلونه بتسعى لتمديد العقد لفتره اكبر وتغيير بعض البنود في العقد. واشارت التقارير الاسبانيه ان اداره برشلونه بتضع تجديد عقد عثمان ديمبلي هي الأولوية بالنسبة للفريق خلال الفترة المقبلة.
نروح بقى دلوقتي نادي ليفربول، واكد فريدريكو وكيل اعمال البرازيلي ارثر ميلو لاعب خط وسط يوفنتوس المعار لصفوف ليفربول الانجليزي ان ارثر ميلو اصبح جاهز للمشاركه مع الريدز فريق ليفربول. وقال ارثر لعب عدد قليل جدا من المباريات الموسم الماضي ثم اجرى عمليه جراحيه في يونيو، غاب عن جزء من فتره الاعداد للموسم الحالي، واضاف كمان لم يكن ارثر في خطط الاجري لذلك لم يتدرب مع بقيه الفريق. واشار كمان ان من الطبيعي ان يصل في اليوم الاخير من سوق الانتقالات بهذه الحاله، وهو بيعرف انه بحاجه الى عمل اضافي. وعن الاختلاف بقى ما بين الدوري الايطالي والانجليزي، اوضح الفارق كبير بينهم وبيحتاج ارثر للعمل لتعويض الفجوه البدنيه مع زملائه في ليفربول. واتم كمان واكد ارثر تعافى الان وتحت تصرف يورجن كلوب، ليس لدي ادنى شك في انه هيقدم اداء جيد للغايه بقميص ليفربول. واخر اخبارنا العالميه من نادي باريس سان جيرمان اللي بتحاول ادارته الحفاظ على ليونيل ميسي لاعب الفريق اللي بينتهي طبعا عقده زي ما احنا عارفين مع باريس سان جيرمان من نهايه الموسم الجاري. وذكرت احدى الاذاعات الاسبانيه ان سان جيرمان قدم عرضا جديدا لميسي خلال الايام الماضيه لتجديد عقده حتى صيف 2025. واشارت كمان الاذاعه ان العرض يتضمن توقيع ميسي لمده عام واحد مع خيار التمديد لموسم اضافي يستمر مع الفريق حتى بلوغه 38 عام. لكن العرض لا يتضمن زياده في راتب ميسي حيث بيقضي حصوله على اجر مماثل، وهو يعني بياخده دلوقتي هو 30 مليون يورو سنويا. وبياتي ذلك في ظل الانباء الوارده بشان احتماليه عوده ميسي الى برشلونه مره اخرى في صفقه انتقال حر بمجرد انتهاء تعاقده في الصيف القادم. دلوقتي هنروح لجوله مع الصحف العالميه. نبدأ جولتنا مع الصحف العالمية من الصحيفة الإسبانية وصحيفة سبورت اللي ركزت على أخبار برشلونة واهتمامها بالبرتغالي روبن نيفاز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، وكتبت روبن نيفاز المفضل. الصحيفة كمان اهتمت ببرناندو سيلفا نجم مانشستر سيتي وكتبت مانشستر سيتي يجهز لرحيل برناندو سيلفا. كمان اهتمت الصحيفة بنجمة برشلونة للسيدات ألكسيا بوتياس وكتبت عقد جديد لألكسيا. صحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية اتكلمت كمان عن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة وكتبت تجديد عقد ديمبلي. صحيفة كمان اهتمت بالفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وكتبت عودة كريم بنزيما تأكدت ويأمل في الفوز بالكرة الذهبية. كمان اهتمت صحيفة بمنتخب أسبانيا والقائمة المتوقعة لنهاية كأس العالم قطر وكتبت القائمة المثيرة للجدل. من اسبانيا نروح لصحف فرنسا وصحيفه لوكيب اللي ركزت على لقاء باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي. كمان اهتمت صحيفه بفريق اولمبيك مارسي وكتبت اولمبيك مارسي ارجل الخريف. نروح للصحف الايطاليه وصحيفه لاجازيتا ديلي سبورت الايطاليه اللي ركزت على حوارها مع البرتغال جوزيه مورينيو مدرب روما وكتبت جوزيه مورينيو توتي رقم 10 والثلاثيه. الصحيفة اهتمت بأخبار يوفنتوس والميلان وإنتر ميلان وكتبت يوفنتوس بانوتشي وألاجري وهدنة كبيرة من أجل لقب الدوري الإيطالي. هنروح دلوقتي لفاصل سريع ونرجع مع آخر فقرتنا فقرة وان شوت ولكن بعد الفاصل. برحب بكل مشاهدينا من جديد ودلوقتي جه ميعادنا مع اخر فقراتنا فقره وان شوت. زي ما احنا متعودين دايما مع حضراتكم فقره وان شوت ان احنا دايما بنسلط الضوء على الاحداث الايجابيه في الرياضه بشكل عام وبنتكلم اكيد عنها. النهارده حابب اتكلم مع حضراتكم عن المبادره الايجابيه اللي اطلقها طبعا النجم مؤمن زكريا اللي بتطالب بنبذ التعصب بين الجماهير في الكره المصريه بشكل عام واللي احنا فعلا محتاجينه في الدوري المصري وبقوه في ظل طبعا حاله الاستقرار دلوقتي بين الانديه اللي بنعيشها، محتاجين كمان الجماهير تساعدنا بقوه في ده. مؤمن زكريا في اعلانه عن الحمله اكد ان كل الجماهير تاخد بالها ان لعيبه الكوره اصلا هم اصحاب بعيدا عن الملعب وعن الانتماءات سواء بقى اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا بيلعب في اي نادي في مصر. يعني مؤمن زكريا قال ان معظم اللعيب فعلا بيتجمعوا عنده في بيته سواء اهلي او زمالك او من الاسماعيلي او المصري او الاتحاد
او اي نادي في مصر ان كل اللاعبين اخوات، في محاوله طبعا منه ان الجماهير تهدى شويه وتبطل الانفعالات السلبيه في الملاعب، لانها في الاخر لعبه طبعا للمتعه مش للخناق. عايز اقول لكم الحمله دي كمان مهمه جدا زي ما قال مؤمن زكريا، لاننا نفسنا بقى ان احنا نشوف الجماهير ان شاء الله في المدرجات بشكل كامل، لانه ده اكيد هيساعد اللاعب نفسه وهيشجعه اكيد بصوره كبيره جدا، وهيعطي كمان متعه اكبر في كل المباريات، واكيد ده هيعلي من قيمه الدوري المصري، وده اللي احنا ان شاء الله نتمناه في الفتره القادمه. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج اخبار اون تايم، وفيناكم بكل موعد جديد على الساحه المحليه والعالميه. بشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من اخبار اون تايم. بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.